اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد الاختراعات والتكنولوجيا المدهشة من ادوات واجهزة وافكار كذلك وادوات لي حديثة ومبتكرة لتوفير وتسهيل الحياة اليومية. فيديو كله افكار وافادة، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. وكيف العادة كنتمنى من اللي اول مرة كيشاهد القناة انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة باذن الله. وما تنساوش لي لايك، فلي لايك مهمة جدا للفيديو باش يقدر الفيديو يطلع وتشاف ويوصل الناس المهتمين بهذه التكنولوجيا المفيدة لنا جميعا. فكما شفتوا مجموعة متميزة ديال المنتوجات الحديثة والمبتكرة اللي غادي تمنها جميع السيدات باش توفر لها الراحة اليومية، منهم هذه القطاعة اللي كتوفر على عدة رؤوس اكيد غتهنيكم من الوقفة في المطبخ. فهاد القطاعة فهي كتوفر على واحد المساكة هكذا كتفداو باش ان يديكم ما تقاش، كذلك هنا مصفات اللي كتثبت في الحوض، مصفات جد عملية مفيدة جدا كما كتلاحظوا معايا. فكذلك هنايا عندنا هاد القطاعة من نوع اخر كليكم استخدموها كذلك كمصفات كما لاحظتوا معايا، فشي حاجه اللي هي مبتكره ومفيده والشكل ديالها صغير بزاف ما كياخذش نهائيا المساحات داخل المطبخ. مجموعه ديال المستلزمات اللي اكيد غادي تكون مهمه لجميع السيدات داخل البيوت ديالها، منهم هاد المنظمه هذه اللي كتجي هكذا على الشكل هذا وكتوفر على مجير توضع فيه مجموعه ديال القاعد ديال الزيوت وديال لاصوص او طقم ديال التوابل. وندوزو نكتشفوا هاد الفرشات العملية جدا في غسل الأواني، فأيضا فهي كتحافظ لكم على الأواني باش أنها ما كتخفش، ويمكن لكم أنكم تغيروا القطع كما لاحظتوا معايا الشكل ديالها والحجم ديالها اللي هو صغير بزاف، كذلك توفر غير في الأسواق العادية وبأثمنة اللي هي مناسبة للجميع. فكما شفتوا معايا كيجيو معاها أربعة ديال القطع. دوزو ايضا نكتشفوا هاد المصفات الرائعه اللي اكيد غادي تفيدكم بزاف في غسيل يعني المجموعه ديال المعكرونه او تصفيوها، كذلك مجموعه ديال الخضر والفواكه. فكما كنقول لكم دائما منتوجات اللي هي متعدده الاستخدامات. فايضا هنايا عندنا هاد غطاء ديال العواصر اللي مصنوعه من البلاستيك كما لاحظتوا معايا، فعصاره يعني يدويه. وندوزو نكتشفو هاد الجهاز اللي جد عملي مفيد لاستخراج مجموعة ديال الزيوت المختلفة من الحبوب كما شفتو معايا، فالطريقة ديال الاستخدام ديالو سهلة بزاف. وكذلك هنا عندنا لاصقة اللي جد فعالة باش انكم تلصقوا سواء الأحذية او الخشب او مجموعة ديال الاشياء ديالكم، فاكيد غادي تنفعكم بزاف. فايضا هنايا فرشات اللي جد عمليه وكذلك توفر على واحد اللاصقه اللي كتحيد جميع الخمله. فايضا بالنسبه للدولاب والتنظيم ديالو فاكيد هذه غتفيدكم بزاف، منظمه اللي متقسمه على كذا اقسام يمكن لكم توضعوا فيها مجموعه ديال الشالات او الملابس الداخليه كما كتلاحظوا معايا، فهذه الطريقه هذه كتوفر لكم مساحات اخرى. ونكتشفوا هذه المنظمه الرائعه اللي اكيد ضروريه لكل مطبخ، فمنظمة اللي كتقسم على كذا أقسام شفافة، فكذلك كتوفر على واحد الجودة رائعة يمكن لكم أنكم تلصقوها أو تدعوها على جنب. فأيضا بالنسبة يعني توفير المساحات داخل الحمام فهذه المنظمة غتفيدكم بزاف كما كتلاحظوا معايا، يمكن لكم تضعوا فيها بزاف ديال المستحضرات التنظيفات، كذلك هنايا مجموعة ديال المنظمات اللي يمكن لكم تضعوا فيها سائل ديال باندوش أو شامبوان كما كتلاحظوا معايا، بهذه الطريقة كتوفروا مساحات داخل الحمام. مجموعة ديال الأفكار رائعة اللي أكيد غادي تناسب جميع المنازل كما كتلاحظوا معايا، هنايا كذلك واحد الرف اللي يمكن لكم تنظموا به تحت الحوض، وبهذه الطريقه اكيد غادي توفروا مساحات اخرى. فمجموعه كذلك ديال الاغطيه اللي كتكون واجده بالنسبه للاتات، ما عليكم الا تاخذوا المقاسات وتاخذوا الاشكال اللي حبيتوها وكتوفر على واحد الجوده اللي جد ممتازه. شوفوا معايا ايضا هاد الاداه الرائعه لغلق مجموعه ديال الاكياس بطريقه اللي هي عبقريه كما كتلاحظوا معايا، باداه اللي هي بسيطه،
فايضا هنايا عندنا مبشره كما كتلاحظوا معايا اللي اكيد غادي تفيدكم. ايضا هنا اداه من نوع اخر، ضغطه وحده كيتم فرم كما الثوم او مجموعه ديال المزيودات. وندخلوا الموضوع الاهم والاساس، هو فين تقدروا تلقاو هذه المنتوجات اللي كنشارك معكم. بزاف ديال الاسئله المتكرره كنلقاها في جميع ديال المقاطع ديال الفيديوهات، مع اني كنحاول ننزل جميع التفاصيل في اي مقطع كنشاركه معكم. فعلى العموم تقدروا تلقاوهم في جميع البلدان سواء عربيه او اجنبيه، كما كنقول لكم ما عليكم الا تقلبوا جيدا واكيد غادي تلقاوهم. فكذلك يمكن لكم تدخلوا بزاف ديال المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه مثل موقع علي اكسبريس وموقع امازون وكذلك موقع علي بابا. بالنسبه لموقع علي بابا فهو مختص للتجار، يعني الناس اللي كياخذوا بالجمله. فكذلك الموقع ديال علي اكسبريس وامازون فمواقع اللي هي كبيره بزاف، فهكذا غتلقاو جميع هاد المنتوجات اللي كنشارك معكم. ما عليكم الا تكتبوا الاسم ديال المنتوج في الموقع وغادي يطلع لكم في مؤشر البحث. بعد ذلك يمكن لكم تكليكيو على المنتوج وغتلقاو جميع الاسئله اللي كتسولوني مرفقه مع المنتوج، من ثمن كذلك الاحجام والالوان، كذلك كيفيه الصنع وكيفيه الشحن. فبعض الشحن كيكون مجاني، بعض المنتوجات كيكون مجاني الشحن وهذه حاجه اللي هي زوينه بزاف. كذلك راه كاينين تخفيضات اللي هي مهمه، فيمكن لكم تغتنموا الفرصه وتاخذوا المنتوجات باقل تكلفه. وكذلك يمكن لكم تلقاوهم في الاسواق الكبرى مثل المرجان وايكيا وكارفور، وكاين بعض المنتوجات تلقاوها غير في الاسواق العاديه والقريبه منكم. فايضا يمكن لكم تدخلوا للجروبات اونلاين وكذلك الصفحات، فكاينين اللي كيبيعوهم بالجمله وكاينين اللي كيبيعوهم بالتقسيط على الفايس، كذلك في القنوات ديال التليجرام، قنوات اللي هي كثيره اللي كتبيع هاد المنتوجات الحديثه والمبتكره. فكما كنقول لكم ما عليكم الا تبحثوا جيدا واكيد غادي تفروا عليهم. فبالنسبه للمتابعين داخل المغرب ما عليكم الا تتابعوني في الصفحه ديالي عالم هبه طوب ارتيكل اللي كتوفر على الفيس، فاي منتوج حبيتوه عملوا لي سكرين او نزلوا لي الاسم ديالو، انا غادي ننزل لكم الرابط ديال الصفحه اللي مباشره يمكن لكم انكم تدخلوا ليها وتلقاو هذه المجموعه ديال المنتوجات اللي كنشارك معكم. فيمكن لكم تطلبوا المنتوجات من هناك وغادي توصل لكم حتى المنزل ديالكم. فبالنسبه للصفحه فهي متوفره او متواجده في المغرب بالضبط مدينه الدار البيضاء، فعندكم كذلك حق تجربه ديال المنتوج مده اسبوع، فلا ما عجبكمش قدروا انكم تغيروه، هذه حاجه اللي هي زوينه بزاف. فكما شفتوا معايا مجموعه ديال التفاصيل والمنتوجات الرائعه المفيده لكل منزل، كذلك ادوات اللي هي بسيطه لكن الدور ديالها مهم في الحياه اليوميه. فايضا هنا اداه كما كتلاحظوا لتنقيه او تنظيف الاذن، فايضا هنا غطاء لجد عملي خصوصا في فصل الشتاء بالنسبه للاشخاص اللي عندهم كيتوفروا على الموتور. فايضا هنا مصفات لجد عمليه ومفيده كما شفتوا معايا الطريقه ديال الاستعمال ديالها فسهله بزاف. ندوزو ايضا نكتشفوا هذا الجهاز الرائع لتقشير مجموعه ديال الخضر والفواكه بطريقه اللي سهله ومبتكره، كما كتلاحظوا معايا هنا اداه كذلك اللي كتسودي بجميع الاكياس، فاداه كما كتلاحظوا معايا بسيطه لكن كتسودي الاكياس بطريقه اللي هي احترافيه. فمجموعه ديال المستلزمات كذلك الصينيه كما كتلاحظوا معايا. فعلى العموم كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا بهاد المقاطع الممتعه وكذلك المفيده لنا جميعا بالنسبه للتنظيمات والترتيبات المنزليه، خصوصا النساء اللي عندها واحد الوظيفه معينه او عمل. فضل هاد المنتوجات قدروا انهم يسيطروا او ينظموا الحياه ديالهم ما بين الشغل كذلك والعمل ديالهم. فايضا شوفوا معايا الفكره ديال هاد الاداه لاستخراج يعني المعجون او الحاجات اللي كتكون يعني قريبه انها تسالى، كذلك هنا حامل الاحذيه، فايضا هنا مهراز لي باليد ديالو، مجموعه ديال المستلزمات اللي اكيد غتحتاجها جميع السيدات داخل المطبخ. وندوزو نكتشفوا هذا الانبوب القوه ديالو او الخرطوم اللي كما كتلاحظوا معايا انها تقدر انها
تقطع جميع الخضر، كذلك انها تخترق بزاف ديال الاشياء، فايضا يمكن لكم انكم تستغلوها في بزاف ديال التنظيفات اللي كتكون شاقه. فايضا هنا مجموعه ديال الاغطيه الرائعه اللي مصنوعه من السيليكون واللي كتنظف بكل سهوله، فايضا مجموعه ديال المنظمات والتنظيمات الرائعه ديال الحمام، فكما كتلاحظوا معايا منظمات اللي كتلصق بلا حفير، فمجموعه ديال المستلزمات والافكار الرائعه اللي اكيد غادي تفيدنا داخل الحمام. فكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم فائده، وكذلك ما تنساوش اللايك او جيم للفيديو، فلي لايك مهمه جدا باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف وصل الناس المهتمين بهذه التكنولوجيا المفيده لنا جميعا. شكرا لكم مره اخرى يا اغلى متابعات ومتابعين اينما كنتم، شكرا على المتابعه والدعم والهلي خطيكم عليا، وغتلقاو مجموعه ديال التفاصيل من اجهزه ومنظمات كذلك في الصفحه ديالي عالم هبه اللي كتوفر على الفيس، فلي مازال ما اشتركش معايا اشترك معايا، كذلك غتستافدوا بزاف ديال المقاطع اللي اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. فنخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر، ونتلقاو فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.